ينضم إلينا نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، في الحقيقة يعني نسب بيان عنك قلت فيه بأنه تم توزيع ما لا يزيد عن 10 حقن مطعوم إنفلونزا موسمية في الصيدليات الخاصة، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ صحيح ستي، الله يعطيكم العافية وشكرا لصداقتنا، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين والمستمعين المملكة. ستي اليوم زي ما حكينا في البداية، المطعوم مقسم إلى نوعين، المطعوم الإنفلونزا الموسم الثلاثي والرباعي. الكمية التي وردت إلى الأردن لغاية هذه اللحظة هي من المطعوم الإنفلونزا الثلاثي، وقامت وزارة الصحة بأخذ الجزء الأكبر من المطعوم للوزارة لتقوم بتوزيعه، أخذت بحدود 70,000 جرعة لتقوم بتوزيعه على حسب الأولويات نظرا لشح الكميات والطلب الزائد عليه في هذا الموسم، لكبار السن ولل عندهم أمراض مزمنة واللي عندهم أمراض رئوية وخطورة. هذا بما يخص وزارة الصحة. أما ما يخص القطاع الخاص، فالكمية التي وردت من المطعوم الثلاثي للقطاع الخاص لا تتجاوز 15,000 جرعة، وبناء على ذلك قامت نقابة الصيادلة بمخاطبة المستودعات بالتنسيق مع المؤسسة عن غذاء دواء للطلب منهم بتوزيع هذا المطعوم بعدالة ليصل إلى كافة صيدليات المملكة. وبناء عليه أخذ الموزع والوكيل إجراء بأن يقسم عدد الجرعات اللي وصلت بالتساوي بالعدد على عدد الصيدليات التي تقوم بالتعامل معه، لذلك لن يتجاوز العدد الذي يصل الصيدلية حتى يمكن ما يصل إلى 10، هي 6 إبر التي قد تصل. ولكن هذا عدد قليل جدا دكتور زيد، يعني ونحن نعلم أهمية مطعوم إنفلونزا الموسمي، لأنه إذا تزامن الكورونا مع الإنفلونزا فهناك مشكلة، يعني حتى للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض، ولكن طبعا مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض ولكبار السن. ولكن يبدو أنه يعني لماذا هذه الأرقام، يعني وهل شركات الأدوية الأردنية لا تستطيع تصنيع هذا اللقاح؟ هي ستي زي ما تفضلتي، الشركات الأردنية لا تصنع اللقاحات، لا تصنع هذا اللقاح لغاية هذه اللحظة، والكمية التي وردت طبعا لا سيطرة لنا عليها لا كنقابة ولا كوكيل ولا كوزارة، حتى حيث أن وزارة الصحة طلبت بحدود 600-700,000 إبرة، ولكن لم يتم توريد إلا 300,000 إبرة، أو سيتم توريد 300,000 إبرة. إذا بدنا ناخذ إحصائيات السنة الماضية، نحن حقيقة كأردن وصلنا أكثر من كمية اللي نصلها اللي كنا نستهلكها خلال السنوات السابقة، ولكن في ظل الجائحة وفي ظل الظرف وزيادة الطلب زادت الحصة في الأردن، ولكن أيضا زادت في طلب العالم، فالمصنع المصنع دول الخارجية لم تورد إلى الأردن هذه الكمية، فاضطرينا نتعامل في الكمية التي وصلت. أنا أثني أنه لا تكفي، وبناء على ذلك قمنا بالتصريحات السابقة وعبر قناة المملكة بأنه اليوم يجب أن نعي على وعي المواطنين وأن يؤثر الشخص على نفسه وأن يقوم بإعطاء مجال وإفساح مجال لغيره من الأكثر حاجة لهذا المطعوم مثل الكبار السن ولديهم أمراض. بنفس الوقت نحن لا ننفي حق المواطن مهما كان أن يأخذ هذا المطعوم، ولكن في ظل الظروف الحالية وشح الكميات التي وردت نقول أن الكمامة قد تحد من انتشار الفيروس الموسمي وقد تحد من انتشار العدوى بالتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، وهذه دراسات أثبتتها خلال الفترة الماضية. إذن علينا بفيتامين سي يعني وبزيادة المناعة الداخلية ربما من خلال الطعام وباقي الأدوية. طيب، بما يخص لقاح كورونا في حال تم اكتشافه، تقول الدراسات اليوم بأنه 51% من الأردنيين قد يرفضون أخذ لقاح كورونا في حال تم التوصل إليه، هل توافق هذا الرأي؟ يعني لماذا هذه المخاوف؟ بصراحة ستي الدراسة مش عندي الأرقام، ولكن أنا قد أتفهم كليا لماذا التخوف، حيث أن اللقاح سيكون جديد وسيكون يعني غير مجرب على عدد كبير من المرضى، ولن يكون له خبرة في الأعراض الجانبية ما بعد التسويق، وهذا أمر معروف في تصنيع الدواء. لقد يتخوف العديد من المرضى أن يكونوا هم من يبتدئ فيه، ولكن بعد أشهر أو بعد 6 أشهر وأن يكون الأعداد كبيرة أتوقع راح يكون الشخص متطمن. ولكن أيضا أقولها من هذه اللحظة أنه في حال صدر المطعوم أيضا سيكون هنالك أولويات لتوزيع المطعوم، لأنه ما في شركة راح تقدر تصنع لكافة سكان العالم،
زي ما نحكي، فسوف يكون هنالك توزيع ضمن كميات واولويات في اعطاء المطعوم وصولا عبر السنه او عبر فترات التوريد الى ان يكون المطعوم متوفر لكافه فئات المجتمع. طيب للتأكيد دكتور زيد، المطاعيم التي حولت لوزارة الصحة هي مجانية ليس كذلك؟ صحيح ستي، وهذا الإجراء اللي أخذته وزارة الصحة أخذت أضعاف الكمية اللي كانت تستوردها أو تشتريها في السنوات الماضية، حيث كانت فقط تعطي المطعوم إلى الكوادر الصحية. السنة هذه خلفت الآلية، ذهبت الكمية من القطاع الخاص إلى القطاع العام ليتم توزيعها على كبار السن على الأمراض المزمنة، وتم طيب نشر طبعا كيف هذه سيتم الأوراق. ضمان توزيع هذه الحقن على كبار السن ومن هم بحاجة إليها؟ يعني هل هناك من متابعة دكتور؟ يعني السؤال بالأمانة بيجاوب عليه أوضح مني الآلية المتبعة في وزارة الصحة ومعالي وزير الصحة والأشخاص المعنيين، ولكن ضمن التواصل معهم سيكون هنالك منصة وسيكون هنالك إثبات. إذا كان شخص في القطاع الخاص ولا يتعالج في القطاع العام عليه أن يحضر وصفة من طبيبه في القطاع الخاص انه يشكو او يعاني من امراض مزمنه وهي الفئات المحدده، وبناء عليه يتم اعطائه المطعوم في داخل الوزاره ويتم تسجيله في سجلات الوزاره والبرامج الموجوده لديها. نعم، نقيب الصيادله الدكتور زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك.